تذكير لتوقيت درس على الهواء للصف الثاني عشر مباشرة من من الواحدة إلى الثانية ومن الثانية إلى الثالثة ومن الثالثة إلى الرابعة مباشرة على قناة عمان مباشر وتعاد هذه الدروس بعد نشرة الواحدة بعد منتصف الليل بإذن الله تعالى آه ننتقل مباشرة إلى درسنا لهذا اليوم وهو أسلوب النداء، وأسلوب النداء هو من ضمن الأساليب النحوية التي يتعلمها طالب الثاني عشر في هذه في هذا العام. آه بدأتم بأسلوب التعجب، آه تذكير سريع بالأساليب التي درستموها، أسلوب التعجب ثم انتقلتم إلى أسلوب الإغراء والتحذير، بعد ذلك أخذتم أسلوب المدح والذم انتقلتم في الفصل الثاني لدراسه اسلوب الاستثناء ثم انتقلتم الى اسلوب الاستفهام اخر هذه الاساليب وختام هذه الاساليب هو اسلوب النداء سوف نتناول باذن الله تعالى اسلوب النداء من عده محاور وهو هذه المحاور هي مفهوم اسلوب النداء اركان اسلوب النداء وانواع المنادى اعراب هذا الاسلوب وسوف يكون هذا الاعراب في الحلقه القادمه باذن الله تعالى ومناقشه بعض الاسئله الامتحانيه الخاصه بالمفهوم وبالاركان وانواع المناده في هذه الحلقه وسنتطرق باذن الله تعالى في الحلقه القادمه لاعراب هذا الاسلوب والتدريب على كيفيه الاجابه عن اعراب اسلوب النداء اولا مفهوم النداء اسلوب النداء هو عمل لغوي في الاصل الاصل فيه تنبيه المنادي للمخاطب هو عمل لغوي الاصل فيه تنبيه المنادي للمخاطب اي المتكلم ينبه المخاطب حتى يستمع اليه ويتحقق ذلك بحرف النداء والمنادى نكرر اسلوب النداء هو عمل لغوي الاصل فيه ما معنى الاصل فيه مثل اسلوب الامر والنهي عندنا الامر الحقيقي والنهي الحقيقي ولدينا ان يصدر اسلوب الامر والنهي لغرض بلاغي وكذلك اسلوب النداء هناك النداء الحقيقي والذي سوف ناخذه اليوم ولدينا ايضا النداء لغرض بلاغي النداء لغرض بلاغي وسوف ناخذه في حلقات قادمه في درس النداء مفهومه واغراضه البلاغيه في فرع البلاغه باذن الله المنادي هنا هو من يصدر هذا النداء وهذا الاسلوب صادر من المنادي للمخاطب المتكلم للمخاطب ما هدف هذا الاسلوب هدفه تنبيه المخاطب للاستماع او الاقبال او على المتكلم تنبيهه للاستماع اليه ويتحقق هذا الأسلوب بركنين أساسيين هما حرف النداء والمنادى بالمثال يتضح المقال سوف نأخذ بإذن الله تعالى الآن أمثلة على أسلوب النداء يا محمد أقبل هنا يتبادر إلى ذهني الآن سؤالا سهلا ويس سهل ويسير آه من المتكلم هنا ومن المخاطب؟ ممتاز المتكلم هو من اصدر هذا الحديث لا نعلم من هو هذا المتكلم لانه لم يذكر هنا انما صدر منه هذا الاسلوب صدر لمن؟ من استقبل من استقبل هذا الاسلوب؟ ممتاز محمد اذا من استقبل هذا الاسلوب هو محمد وهو المخاطب وهو المخاطب والمخاطب في أسلوب النداء يسمى المنادى ممتاز تحقق هذا النداء بأداة هذا الأسلوب وأداته الأساسية هي ماذا؟ يا ونستطيع أن نستعيض عن هذه الأدوات أو أن نعوض عن هذه الأدوات بالفعل أنادي إذا استطعت أن أعوض عن هذه الأداة بالفعل أنادي محمدا ماذا أنادي أقبل ماذا أطلب منه أن أقبل علي إذا هنا يا هي حرف النداء أو أداة النداء إذا أداة النداء يا أصدرها المتكلم للمخاطب المخاطب هو محمد ويسمى المنادى يا محمد اقبل فلما انادي انا انا كمتكلم انادي المخاطب وهو محمد واقول له اقبل بدل لا اقول له يا محمد اقبل قلت له اقبل فقد يكون محمد في جمع من الناس ولا يعين المنادى من اريد ان يقبل علي انا كمتكلم من اريد ان يقبل علي فالنداء هذه هذا يعني المغزى منه والهدف منه هو ماذا؟ هو تنبيه المخاطب بالذات أيا طالب العلم اجتهد هنا أداة النداء هي ماذا؟ نعم أحسنت أيا هي أداة النداء والمنادى هو ممتاز ممكن أن نطلق على طالب هو ماذا؟ المنادى طالب العلم العلم هنا مضاف إليه لماذا لكلمة طالب مضاف إليه مضاف لكلمة طالب لتخصصه وتعرفه يا أيا طالب العلم ماذا أطلب منه اجتهد فهنا نبهته اللي بتخصيص صفته أيا طالب العلم لم أطلق عليه اسما محددا علما مثل المثال الأول محمد وإنما أطلقت عليه صفة من صفاته أي طالب العلم اجتهد ممتاز جدا ننتقل للمثال الثالث أي سائقا للمركبة تمهل في قيادتك أي سائقا في الم... للمركبة تمهل في قيادتك فهنا الأداة هي أي وسوف نستعرض بعد قليل ما معنى كل أداة ولمن تستخدم تستخدم للقريب أو البعيد وهكذا سائقا هو المخاطب وهو المنادى في هذا المثال سائقا هو المخاطب وهو المنادى في هذا المثال إذا هنا تحقق الركنين من أسلوب النداء وهو أداة النداء والمنادى ننتقل إلى أمثلة أخرى ليتضح اسلوب النداء بشكل يسير. يا طائعا ربه اثبت على الحق يا طائعا ربه اثبت على الحق اذا هنا أداة النداء وأيضا المخاطب والمنادى جميل جدا أداة النداء في المثال الأول يا هي أداة النداء أنادي من الطائع ربه طائعا ربه اذا طايعا هو المخاطب هو المخاطب اثبت على الحق هنا اطلب منه حاجه معينه بعد ندائه اسلوبنا الذي نتحدث عنه الان هو في الجزء الاول الذي يتكون من اداه النداء والمخاطب أيا مسلمة إن الحياء فضيلة أيا مسلمة ان الحياء فضيله ومسلمه هي المخاطب وهو المنادى هنا هيا مسافر هيا مسافر رافقتك السلامه هذه من ادوات النداء ايضا هيا ومسافر هنا وقع مخاطبا اذن هو فهو منادى هو منادى ننتقل عزيز الطالب ونستنتج خلاصة معينة من الأمثلة السابقة أن أركان النداء تنقسم إلى قسمين أو ركنين هو أداة النداء والمنادى أداة النداء والمنادى أدوات النداء من خلال الأمثلة السابقة نجدها الهمزة وأي تستخدمان لماذا للقريب على اعتبار المسافة للقريب استخدم الهمزه واي وللبعيد استخدم ايا وايضا هيا هنا بالمد ايا هيا هاتين اداتين لماذا لنداء البعيد لنداء البعيد لابد ان نتعرف على معنى كل اداه من هذه الادوات لانه ممكن ان ياتي واتت اسئله في الامتحان النهائي للاستخراج استخرج أسلوب نداء أداته لنداء القريب فلا, فلا يمكن أن نستخرج أسلوبا يحتوي على أي وهيا إنما على الهمزة وأي وكذلك يا على حسب السياق يا هنا تستخدم للقريب والبعيد وهي باب هذه الأدوات وركنها الأساس في أسلوب النداء إذا للقريب الهمزة وأي وللبعيد أيا وهيا وادوات ادات نداء القريب والبعيد على حد سواء سواء وهو ما يحدد هذا الشيء في هي السياق هو السياق بشكل عام هو ما يحدد هل هنا يا استخدمت للبعيد ام استخدمت للقريب المنادى لديه صفه من الصفات ان المنادى ياتي منصوبا معربا منصوبا او مبنيا على ما يرفع به او مبنيا على ما يرفع به ولو نلاحظ نحن في المثال السابق او الامثله السابقه هنا نجد هيا مسافر أيا مسلمة يا طائعا سوف نتطرق باذن الله تعالى في الان بعد الاركان للمنادى لماذا ياتي منصوبا ولماذا ياتي هنا مبنيا على الضم او مبنيا على الالف أو أي علامة من علامات البناء في الرفع. إذا المنادى هنا يأتي معربا منصوبا مباشرة بشكل مباشر أو مبنيا على ما يرفع به في محل نصب طبعا في محل نصب لأن أسلوب النداء يعتمد على تقدير فعل وهو أنادي أنادي فلان أو أي منادى معين. يا محمد اجتهد هنا مبني على ما يرفع به وهو الضم وهنا منصوب مباشرة منصوبا إذا معرب جاء المنادى معرب إذا المنادى قسمين المنادى المعرب والمنادى المبني المنادى المعرب له انواع وكذلك في المنادى المبني كذلك تندرج تحته انواع محددة إذا تحدثنا الان عن المفهوم وتحدثنا عن اركان النداء وبشكل متعمق في اداه النداء نطبق على اركان النداء قال تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوه هنا من المخاطب من المنادى ممتاز جدا يحيى هو المنادى الاداه وقع هذا الخطاب او هذا الاسلوب او هذا النداء باداه معينه وهي ممتاز جدا يا يا النداء وهنا يحيى هو المنادى يا غافلا وله في الدهر موعظة إن كنت في سنة فالدهر يقضان يا غافلا وله في الدهر موعظة إن كنت في سنة فالدهر يقضان الأداة هنا ماذا الاسلوب تحديد الاسلوب مباشره هو يا غافلا اذا الاداه يا والمنادى غافلا ممتاز جدا ننتقل الى مثال اخر يا وطني العزيزه رعاك ربي وجنبك المكاره والشرور فهنا الاداه التي استخدمت للنداء هي ماذا ممتاز جدا أيا والمنادى وطني المنادى وطني إذا هنا الاسلوب أيا وطني العزيز مثال آخر قال تعالى يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء آه الأداة هنا يا أرض أو الأسلوب يا أرض أيضا يا سماء هنا الأداتين في الأسلوب الأول والثاني هي يا وأيضا الأسلوب الثاني يا المنادى في المثال الأول أو في الأسلوب الأول في الموضع الأول أرض وفي الأسلوب الثاني سماء إذا هذا هو تحديد الأسلوب وتحديد الأداة وتحديد المنادى شيء مهم أن يتعلمه الطالب أقارئ القرآن رتل في في تلاوتك. هنا يتبادر للأذهان الهمزة المستخدمة في أسلوب الاستفهام. فالسياق هو من يحدد هل هذه الهمزة وردت مع الاستفهام أو في أسلوب الاستفهام أم هذا الأسلوب هو أسلوب نداء. والسياق من يحدد هذا الأمر فهنا أقارئ القرآن رتل في في تلاوتك بديهيا يعني في السياق يدلنا على ان هذا لا اسال ولا استفهم عن شيء مبهم لا اعلمه وانما انادي قارئ القران لماذا ليفعل شيء معين او يمتنع عن شيء معين فهنا امره بشيء معين وهو رتل في تلاوتك اقارئ القران فهنا الاداه هي ماذا؟ الهمزه هذا هو الأسلوب والمنادى هي قارئة المنادى قارئة هيا جنود دافعوا عن الوطن هيا جنود دافعوا عن الوطن الأسلوب هو هيا جنود هو أسلوب النداء الأداة هيا المنادى جنود نلاحظ اختلاف الحركات الإعرابية في آخر المنادى وسوف نتطرق اليه الان ثالثا حكم المنادى حكم المنادى وانواعه حكم المنادى وانواعه المنادى حكمه اما يكون معربا واما يكون مبنيا معربا مباشره بالنصب منصوب المبني على ما يرفع به يكون في محل نصب يكون في محل نصب وسوف نتطرق الى الموقع الاعرابي في الحلقه القادمه باذن الله. انواع المنادى المعرب وانواع المنادى المبني هي كالتالي. المعرب هو المنادى المضاف المنادى الشبيه بالمضاف والمنادى النكرة غير مقصوده. إذن المنادى المعرب هو المضاف. طبعا تكون العلامة علامة النصب في جميع هذه الأنواع أو الأنواع جميعها مضاف شبيه بالمضاف والنكرة غير المقصودة وسوف نتطرق لمعنى كل نوع من أنواع المنادى المعرب كذلك المبني إما يكون علما مفردا أو نكرة مقصودة أو معرف بأل إذن لا بد أن نعلم متى يكون المنادى منصوبا معربا بالنصب ومتى يكون مبنيا على ما يرفع به مبنيا على ما يرفع به اما بالضم واما بالواو واما بالالف على حسب نوع الكلمه. المعرب المضاف الشبيه بالمضاف والنكره غير المقصوده المبني هو العلم المفرد والنكره المقصوده والمعرب بأل سوف نتحدث عنها بشيء من التفصيل الان حكم المنادى وانواعه. أولاً المنادى المبني على ما يُرفع به في محل نصب. النوع الأول هو العلم المفرد. النوع الثاني هو النكرة المقصودة. النوع الثالث هو المعرَّف بأل. العلم المفرد العلم بمفهومه العام هو الاسم المطلق الذي يُطلق على أو يخاطب به جنس معين كالإنسان نبات الحيوان وكذا والجماد هذه أسماء أعلام هذه أسماء أعلام اتفق المجتمع على منادات هذا الجنس بهذا الاسم فمحمد وعبد الله وخالد وسعيد وهكذا هذه أسماء للتفريق بين بني الإنسان كذلك هذه طاولة وهذا حاسوب وذلك أسد وهذا قمر وتلك شمس هذه أسماء علم لجنس محدد تم الاتفاق عليها معلومه لدى الجميع اذا هذا هو العلم المفرد مثاله يا سعيد احترم والديك هنا الاداه هي يا سعيد هو منادى علم مفرد وهذا العلم المفرد حكمه اذا هذا نوعه هذا نوعه حكمه مبني على ما يرفع به هنا مبني على الضم مبني على الضم وإكمال الموقع الإعرابي سوف نتطرق إليه في الحلقة القادمة بإذن الله يا سعيد احترم والديك النكرة المقصودة إذا النوع الثاني النكرة المقصودة ما النكرة المقصودة هي النكرة التي قصد نداؤها فدلت على شيء معين بدلالة صفته أو وظيفته فممكن أنا في المدرسة كمعلم يمر علي تسمع الطالب في المدرسة فلا أعلم أسماء هؤلاء جميعهم وقد يكون مررت في الممر ورأيت أحد الطلاب يقوم بسلوك خاطئ أريد أن أنبهه فلذلك لا بد أن أناديه فأنا أقول يا طالب يا طالب فهنا أنا لا أعلم اسمه لكي أناديه بهذا الاسم انما اناديه بصفته وكذلك في ممكن نقول في السوق يا تاجر يا تاجر او ممكن في الطريق في الشارع يا سائق هكذا بدلاله صفته او وظيفته يا مدير بدلاله وظيفته هنا اذا هي النكره التي قصد انا اقصد شخص معين انا اقصد شخص معين اذا هذه هي النكره المقصوده النكره المقصود أنا أقصد شخص معين لكن لم أناديه باسمه لأنه لا علم لي باسمه. إنما أناديه بدلالة صفته أو وظيفته. فهذه هي النكرة المقصودة ومثالها يا طالب أنا أنادي طالب معين في خطابي هنا. يا طالب أمامي، يا طالب انتبه لمعلمك. يا طالب انتبه لمعلمك. وكذلك العلامة هنا علامة الرفع دالة على أن النكرة هنا نكرة مقصودة لأن لدينا بعد ذلك سوف نتحدث عن النكرة غير المقصودة وسوف تكون معربة وليست مبنية يا طالب انتبه لمعلمك هذه النكرة المقصودة والمعرف أل سهل جدا كلفظ الجلالة يا الله حمنا وأيضا يا أيتها الأم انتبهي لطفلك اذا هنا النوع المنادى الأم والله نوعه معرف بأل ويكون حكمه مبنيا او مبني على ما يرفع به على ما يرفع به هنا ايتها سوف نتطرق الآن ونتحدث عنها المعرف بأل يتوصل به لا نستطيع أن نقول يا الأم يعني ليست مستساغة في أسلوب النداء أن نخاطب أو ننادي المعرف بأل هكذا مباشرة إلا بواسطة وهي ماذا؟ أية للمؤنث وأي للمذكر يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ونقول يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فهنا النفس مؤنثة فنقول أيتها النفس والإنسان مذكر يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، مذكر هنا نتحدث عن اللفظ نتحدث عن اللفظ الله هنا لا تدخل في لا تدخل في هذه القاعدة وإنما يتوصل لنداء لفظ الجلالة مباشرة ولا توجد واسطة لنداء الله سبحانه وتعالى ملاحظات على المنادى المبني أول هذه الملاحظات نفصل بين أداة النداء والمنادى المعرف بأل هذا الآن تحدثنا عنه بلفظ أيها للمذكر وأيتها للمؤنث مثال ذلك يا أيها البطل قم وقاوم يا أيتها المربية جزاك الله الْخَيْرَ إذا المنادى هنا المربية والمنادى هنا البطل وتوصلنا لنداء المعرف بأل نوعه معرف بأل توصلنا لندائه بأيها للمذكر وأيتها للمؤنث. أيضًا نستطيع أو يوجد توجيه معين أن يفصل بين أداة النداء والمنادى اسم إشارة ممكن أن يفصل بين أداة النداء والمنادى اسم إشارة مثاله يا ذاك العامل طبعا منادى هنا العامل واسم الإشارة يا ذا ذاك يا هذه المرأة يا تلك يا هذا المعلم فيمكن أن نفصل بين أداة النداء والمنادى باسم الإشارة لفظ الجلالة الله ينادى مباشرة دون واسطة وساطة ويكثر معه حذف أداة النداء والتعويض المعلومة الأولى أنه لفظ الجلالة الله معرف بأل لذلك في المعرف بأل لا بد أن يكون هناك واسطة لكن مع لفظ الجلالة لا ينادى لفظ الجلالة إلا مباشرة وممكن أن نحذف أداة النداء يا وتعوض عنها الميم المشددة فقولنا اللهم هي في الاساس يا الله يا الله اللهم هنا اساسها يا الله حذفنا اداه النداء وعوضنا عنها بالميم المشدده اللهم اللهم هذا ما يختص بالمنادى المبني ننتقل الى المنادى المنصوب او المعرب اول هذه الانواع النوع الاول المضاف والنوع الثاني شبيه بالمضاف والنوع الثالث النكره غير مقصوده المضاف هو كل ما ركب تركيبا اضافيا ويتكون من المضاف والمضاف اليه هو كل ما ركب تركيبا اضافيا يتكون من المضاف والمضاف اليه وهذا مع الطلاب يعني كثر الحديث عن المضاف والمضاف اليه في السنوات الدراسيه السابقه للصف الثاني عشر، اذا لان المضاف قد درستموه سابقا مثاله يا طالب العلم، يا طالب العلم، فطالب العلم هنا تركيب اضافي، تركيب اضافي، اذا قال لك سؤال وقال استخرج المنادى من هذا المثال فاستخراجه ممكن أن تكتب طالب العلم ممكن أن تستخدم طالب العلم وتضع خطا تحت طالب لأن المنادى هنا طالب العلم هنا كلمة توضح المضاف توضح المضاف السابق للمضاف إليه توضح المضاف فهنا العلم هنا هي موضحه لكلمه طالب، طالب ماذا؟ طالب المال، طالب الجاه، طالب السلطه، هنا طالب العلم، طالب العلم، فطالب هي المنادى او هو المنادى في المثال، يا طالب العلم اجتهد، اذا هو هنا التركيب الاضافي طالب العلم مضاف ومضاف اليه، جاءت الكلمه الثانيه موضحه، مخصصه، معرفه. للكلمة الأولى وأداة النداء يا. الشبيه بالمضاف هو المشتق العامل فيما بعده، إذا يعمل فيما بعده سوف نتحدث عنه بعد قليل بالنصب أو بأي أداة أو بأي صورة من الصور، هو المشتق العامل فيما بعده عمل الفعل، عمل الفعل، فنقول يا طالباً للعلم اجتهد يا طالباً للعلم قد يأتي بعده ظرف أو جار مجرور أو مفعول به أو أيضا فاعل يا محمودا خلقه يا محمودا خلقه يا طالبا للعلم اجتهد هو المشتق العامل فيما بعده عمل فعل سوف نفرق بعد ذلك بعد قليل بين المضاف والشبيه بالمضاف بشيء من التفصيل آه النكره غير المقصوده التي لا تدل على معين مقصودة مقصود بالنداء. في النكره المقصوده انا آه انادي شخصا معينا عينته بندائي بدلاله صفته او وظيفته. هنا النكره غير مقصوده هي عامه لجميع الناس آه لا نقصد آه شخصا معينا بذاته او بعينه من النداء فنقول يا غافلا تذكر الحساب يا غافلا تذكر الحساب أي شخص غافل عن هذه الدنيا عن الآخرة أو عن مصيره فنقوله تذكر الحساب يا غافلا أي شخص هنا ليس تعيينا لشخص معين وإذا أردنا أن نحدد شخصا معينا بذاته نقول يا غافل بالبناء ببناء المنادى هنا إذا المنادى طالبا المنادى هنا طالبا المنادى هنا غافلا نوعه نكره مقصوده طالبا نوعه شبيه بالمضاف طالبة، نوعه مضاف وهو حكمه منصوب منادى منصوب مباشرة ما الفرق بين المضاف والشبيه بالمضاف المضاف التركيب الاضافي يتكون من كلمتين مضاف ومضاف إليه الشبيه بالمضاف يأتي بعده معموله أي أن الشبيه المضاف يعمل فيما بعده عمل الفعل قد يكون الجار والمجرور كما في المثال يا طالبا للعلم أو المفعول به لما نقول يا طالب العلم يا طالب العلم بالفتح أو الظرف يا كاتبا مساء كذا فهنا الكلمة هي شبيهة بالمضاف. المضاف لا ينون بالنصب، أي لا ننون الكلمة الأولى بالنصب تنويناً، يا يا طالب العلم لا نقول يا طالباً العلم، خطأ هذا التركيب، يا طالب العلم لا ينون المضاف. الكلمة الأولى في التركيب الإضافي. شبيه بالمضاف ينون بالنصب ينون بالنصب المضاف لما يكون مثنى تحذف نونه مع الاضافه في ندائنا للمثنى يقول يا طالبان اجتهدا في دراستكما اذا نحن عينا هذين الطالبين نقول يا طالبان لكن لما ناتي بالتركيب الاضافي نقول يا طالب العلم بدون النون يا طالب العلم اما في الشبيه بالمضاف لا تحذف نونه مع الاضافه اذا اضفناه لكلمه اخرى لا تحذف نونه في الاضافه طبعا تحدثنا في هذه الحلقه عن المفهوم بدايه في مفهوم اسلوب النداء وعلمنا انه يتكون من اداه النداء والمنادى ويفيد غرض تنبيه المخاطب تنبيه المخاطب اذا الاركان هو هي الاداه والمنادى الاداه قد تكون للقريب الهمزه واي, وأي وايضا قد تكون للبعيد وهي ايا وهي وقد تكون للقريب والبعيد لأداة النداء يا المدادة أنواع محددة وهي تندرج تحت حكمين إعرابيين إما يكون معربا وهو المضاف والشبيه بالمضاف والنكرة غير المقصودة وإما يكون مبنيا وهو العلم المفرد والمعرف بأل والنكرة المقصودة سوف نأتي إلى تدريبات معين محددة لنحدد الأداء والمنادى ونوع هذا المنادى وبعد ذلك سوف نتطرق إلى أسئلة امتحانية في هذا الشأن يا واعظا غيرك ابدأ بنفسك الأداء ممتاز جدا يا المنادى واعظا واعظا غيرك نوعه هنا بما انه معرب فممكن يكون مضاف ممكن يكون شبيه بالمضاف ممكن يقول نكره غير مقصوده فهنا يا واعظا غيرك فهنا واعظا اتت ماذا؟ شبيه بالمضاف لانه عمل فيما بعده فيما بعد شبيه بالمضاف يا أيها السيف المجرد بالفلا يكسو السيوف على الزمان مضاء الأداة هنا أو الأسلوب يا أيها السيف فالأداة ممت... هنا يعني المثال سهل ويسير الأداة يا المنادى السيف ممتاز توصلنا لنداء المعرف بأل بأيها فنوعه معرف بأل المثال الذي بعده يا قدس جرحك جرحنا ونشيدنا فتسلحي بالصبر والسلوان النداء هنا او اسلوب النداء يا قدس اذا الاداء يا المنادى قدس نوعه هذا القدس اسم مدينه فاسماء المدن هي من الاعلام اذا هنا علم مفرد علم مفرد نأتي مثال الذي بعده أسيف الهدى وقريع الغرب علام الجفاء وفيما الغضب أسيف الهدى وقريع الغرب علام الجفاء وفيم الغضب الأداة هنا الهمزة ممتاز جدا المنادى سيف نوعه انظروا هنا سيف الهدى طالب العلم فهنا تركيب إضافي إذا هو مضاف ممتاز جدا أيا لاهيا عن الحق رجع للطريق القويم ألا لاهيا عن الحق رجع للطريق القويم فهنا الأداة أيا المنادى لاهيا هنا نوعه شبيه بالمضاف قال تعالى: "وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحدٍ، وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحدٍ"، يا موسى مثال سهل الأداء يا منادى موسى ونوعه علم مفرد. مثال الذي بعده شوقي يخاطب بلبله يقول يا طير والأمثال تضرب للبيب الأمثل دنياك من عاداتها ألا تكون الأعزل ألا تكون الأعزل طبعا الأداة يا المنادى طير هل هنا علم أم نكرة مقصودة أم ماذا هنا يخاطب طير هنا لم يسمى باسم معين وإنما آه اسم عام ينادى على الجنس كاملا نوعه نكرة مقصودة لأنه يخاطب بلبل معين بلبل معين يا أخ البدر سنا وسنا حفظ الله زمانا أطلعك يا أخ البدر يا الأداة المنادى أخا ونوعه مضاف اخ البدر البدري تركيب مضاف هنا بدر مضاف اليه. استخرج اداه النداء والمنادى ثم حدد نوعه في المثال الاتي قال تعالى يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهل عن المنكر الى اخر الايه اذا يا بني هنا الاداه يا المنادى بني نوعه مضاف سوف نتحدث في هذه النقطه عندما تاتي يا المخاطبه متصله مع مع المنادى فيكون منادى نوعه مضافا لما نقول يا معلمي او يا اخي فهنا يا المتكلم طبعا يا المتكلم لما تتصل بالمنادى يكون نوع المنادى مضافا يكون مضافا استخرج اداه النداء في هذا المثال اريحانه العينين والانف والحشا الا ليت شعري هل تغيرت عن عهدي اريحانه العينين الاداه الهمزه المنادى ريحانه نوعه هنا مضاف اليه اذا نوعه مضاف نوعه مضاف يا راكبين عتاق الخير ضامرة كأنها في مجال السبق عقبان يا راكبين هنا الأداة يا المنادى راكبين 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 هنا لم نقل يا راكبي عتاق الخيل إنما قال يا راكبين النون لم تحذف النون لم تحذف إذن هذا شبيه بالمضاف بالمناسبة أحببت أن أنوه لنقطة معينه وهي على ما يرفع به لما نقول يا محمد مرفوع بماذا مبني على الضم يا محمدان في المثنى مبني على الالف على ما يرفع به هنا هنا على الالف يا محمدون في الجمع الواو هنا هي علامه البناء هنا في هذا المثال اذا يا راكبين عتاق الخيل يا للاداء وراكبين منادى ونوعه شبيه بالمضاف ننتقل عزه الطلبه الى آه الاسئله الامتحانيه طبعا هنا يستخرج آه الاعراب سوف يكون في الحلقه القادمه استخرج من النص السابق ما ياتي منادى منصوب ووضح نوعه مباشره في الاستخراج في المنادى لابد ان, أن نجد الاداه فنبدا في البحث عن الاداه هنا يا صاحب العقل الرشيد قل لي اذا يا ايضا معك يا أيها الأب الكثير من الحب وقليلا من القسوة هنا المنادى المنصوب ما, ما دام هنا أتى أيها إذا هذا لي يكون مبنيا هذا المنادى يكون مبنيا لأنه معرف بأل إذا الإجابة صاحبة الإجابة صاحبة نوعه صاحب العقل إذا مضاف ننتقل إلى الفقرة الثانية يستخرج من النص السابق منادى معرب ووضح نوعه المعرب إما المضاف الشبيه بالمضاف أو النكرة غير مقصودة أيها الناس الناس هنا ليس معربا ننتقل إلى بعد ذلك إلى أداء أخرى عباد يا عباد أو عبادة هنا ليست عباد يا عباد الله هنا يا نوعه نوعه مضاف ايضا في الفقره الثالثه منادى مبني اذا المبني اما العلم واما المعرف بأل وهكذا او النكره المقصوده يا رسول الله هنا مضاف ليس اذا ليس مبنيا يا صاحب هنا مما جاء في اجتماع صاحبين ان احدهما مجتمعين فيقول يا صاحب اذا المنادى المبني صاحب وضح علامه بنائه هي الضمه الفقره الاخيره اتوقع اسلوب نداء اداته للقريب ممتاز جدا سواء في بدايه الفقره اي عباد الله فاي تستخدم لنداء القريب وضح نوع المنادى فيه عباد الله عباده مضاف الى الله اذا اي عباد الله هو اسلوب النداء للقريب ونوع المنادى مضاف اضبط ما تحته وخط في الابيات الشعريه الاتيه تيقظوا يا حماة الدين اذا هنا اسلوب نداء حماة الدين تركيب اضافي ما بعده مضاف اليه اذا يكون منصوبا مباشره اذا هنا فتحه ننتقل الى الضبط الاخر يا صاحب الهم ان الهم منفرج لا تجزعن فان الكاشف الله يا صاحب الهم هو تركيب إضافي أيضا في أسلوب النداء ونضع الفتحة على صاحب اضبط بالشكل أواخر الكلمات يا عام لا تقرب مساكننا فنحن هنا طيوف هنا يا عام هو خطاب لماذا للعام إذا هو علم أو النكرة المقصودة يكون بالضم يا عام تضبط بالشكل اواخر الكلمات سربنا يا حادي العيس عسى ان نلاقي يوم جمع يوم جمع سربنا هنا يا حادي العيس ايضا تركيب اضافي اذا الفتحه حاضره على حاديه ممتاز هذا السؤال وظف كلمه طالب في جملتين يكون احدهما منادى معرف بال اذا لا بد الطالب مذكر لا بد ان نذكر ايها والأخرى منادى نكرة غير مقصودة إذا لا بد أن يكون المنادى منصوبة مباشرة منادى معرف بالأل لما نقول يا أيها الطالب معرف بأل هذا معرف بأل نتوصل بأيها منادى نكرة غير مقصودة يا نكرة غير مقصودة يا طالبا ذاكر دروسك في المثال الأول لا بد يشترط هنا تعريف الطالب لابد انها بالالف واللام مع ذكر ايها بد هذا الشيء يكون حاصلا في المعرف ب في المثال الثاني لابد ان يكون النصب حاضرا في طالبا هنا ذاكر دروسك لانه نكره غير مقصوده مباشره يكون منصوبا جعل من كلمه كاتب منادى في جملتين من انشائه بحيث يكون في الاولى مضافا في الاولى مضاف وفي الثانيه شبيها بالمضاف ممتاز جدا يا كاتب العدل مثال هذه من الامثله وهنا الأمثلة مفتوحه للطالب بحيث ياتي بالتركيب الاضافي واضحا اما في الشبيه بالمضاف لا بد ان ينون الشبيه بالمضاف بالنصب يا كاتبا اذا هنا يا كاتب الدرس يا كاتب العدل وهكذا يا كاتبا درسا او للدرس يا كاتبا اذا هنا بالنصب بالتنوين النصب وهنا تركيب اضافي لابد منه هذا في المنادى المضاف والشبيه بالمضاف طبعا هذا مجمل حديثنا في اسلوب النداء اخذنا فيه المفهوم وعلمنا ان الهدف من اسلوب النداء هو ماذا؟ وهو التنبيه المتكلم للمخاطب ويتحقق باداه النداء ووجود المنادى هذين هو هما ركني آه هذا الاسلوب وادوات النداء اي والهمزه للقريب وأيا وهيا للبعيد ويا للقريب والبعيد المنادى يكون اما معربا منصوبا واما يكون مبنيا المبني في انواعه العلم المفرد يا محمد والمعرف بأي يا أيها الطالب او يا أيتها الطالبة آه والنكره المقصوده يا طالب. اما في المنادى المعرب وهو المنصوب فنقول نكره غير الم او النكره غير المقصوده نقول يا طالبا، هناك يا طالب في المقصوده، هنا يا طالبا، اجتهد في دراستك. آه في التركيب الاضافي الشبيه بالمضاف والمضاف، المضاف يا طالب العلم او يا طالب المال وهكذا. آه في الشبيه بالمضاف يا طالبا لابد بتنوين الفتح يا طالبا للعلم أو يا طالبا علما اجتهد في دراستك بارك الله فيكم وجزاكم الله خير وأحسنتم على حسن الاستماع والمتابعة سوف تكون بإذن الله الحلقة القادمة في مادة الإحياء وبعد ذلك في مادة تاريخ العالم من حولي بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته